لكن الأول هنقول عن سيدة مصرية أصيلة، سيدة بتمثل نقول نسبة كبيرة جدا 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 من السيدات المصريات خاصة في المحافظات المصرية. سيدة بدأت برغم ان هي أرملة وبرغم ان هي بتتعب وبتشقى لوحدها على اولادها، الا انها قدرت انها تكبر في عملها لدرجة انها وصلت لاول منصب لمرأة، لاول سيدة تتولى منصب مدير جمعية زراعية. السيدة هي عفاف داغر من الشرقية، واللي أحب جدا إن نتعرف عليها من خلال التقرير اللي جاي. أنا اسمي عفاف محمود محمود داغر، مدير جمعية نيتا أبو علي الزراعية. أنا عندي ولدين، فهم شايفيني من وأنا صغيرة، أنا زوجي متوفي من 2003، من ساعة ما أبوهم مات شايفيني بشتغل من هم لسه أطفال. بتحرك على الموتوسيكل مع احمد زميلي، معايا ملاحظ فني اسمه احمد سيف الدين، معايا في كل حاجه، في بندفع في البلد على حمايه الاراضي، الحصر بننزل نجيبه مع بعض، في معايده بننزل نجيبها مع بعض. توفيق ربنا وحبي ان انا بصي بحب اتعلم كل حاجه على فكره، مش زراعه بس. والست حبت شغلها، ما فيش هتبقى في اي مشكله، هي تقدر توفق بين بيتها وشغلها وكل حاجه، بس المهم انها بتحبه. ما في ناس بتاخد دكتوراه ومش بتشتغل ومش بتعمل اي حاجه، لكن لو هي صبرت وحاولت تحقق نجاح في اي حاجه وحبت حاجه وقطنتها هتوصل. هي مهنه شقه بس الحمد لله بالنسبه لي سهله، لان انا بحبها. انا كنت مؤقته، كنت بنزل فرق المقاومه وبنزل الغيط، ان انا بحب الشغل، مش بحب اقعد على المكتب كده وبس. عندي مديرة الشؤون الاجتماعية واحدة ست، مديرة المعهد واحدة ست، معهد الازهري واحدة ست، فهذه تعدي الست بتمسك اي منصب دلوقتي زيها زي اي رقم. انا بحب الارض وبحب الزرع، انا يوميا لازم اطلع ابص على الارض قبل ما اروح الشغل، الساعة 6 افتح الباب وابص على الارض وارجع البس واروح الشغل. فانا بحب وبحب اشتغل في كل حاجه تخطر على بالي. بحلم اشوف محافظه شرقيه جميله من ناحيه الصحه والتعليم والزراعه، وبحلم لعيالي يكون مستقبلهم كويس، يلاقوا وظايف كويسه، مش لاولادي بس، لكل واحد يتخرج من الجامعه يلاقي مستقبل له احسن.